كمان عايز اقول لكم بقى، طبعا لسه بنتكلم على ملف الكونفدراليه، في معلومات الحقيقه وانفوهات مهمه عن معلومات عن نادي نهضه بركان، فخلينا نستعرضها مع حضراتكم. طبعا منافس الزمالك في نهائي الكونفدراليه، نادي نهضه بركان ينتمي الى مدينه بركان الواقعه شرق المغرب، وتاسس النادي سنه 1938 تحت اسم الجمعيه الرياضيه البركانيه. اول لقب في تاريخ النادي كان لقب بطل كاس العرش عام 87. نهضة بركان يملك 6 ألقاب في تاريخه، 3 بطولات لكأس العرش أعوام 87 2014 2018، وبطولتين للكونفدرالية الأفريقية، عشان كده بقول لحضراتكم عنده الشخصية الأفريقية، ويعني خد البطولة دي قبل كده وكان قريب، يعني 2020 و2022 لو نفتكر، كمان قابلنا في النهائي 2019 وبيوصل للنهائي معانا كمان اهو في 2024، يعني بتتكلم في آخر 5 نسخ مثلا وصل للنهائي 4 مرات على الأقل. وبطولة كمان للسوبر الأفريقي عام 2022، يعني نادي بطولات، نادي شرس، نادي يعرف يلعب النهائيات. وصل نهضة بركان إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية 4 مرات في آخر 6 نسخ من البطولة. المرة الأولى كانت 2019 أمام الزمالك وخسر بركلات الترجيح 5-3، المرة الثانية أمام بيراميدز في 2020 وفاز بهدف نظيف، المرة الثالثة أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في 2022 وفاز بركلات الترجيح 6-5، والمرة الرابعة في النسخة الحالية من البطولة، ماتش طبعا النهائي قدام الزمالك. لم يسبق لنهضة بركان الفوز ببطولة الدوري المغربي طوال تاريخه، وأفضل مركز وصل له كان المركز الثالث في موسم 19-20، خسر اللقب بفارق نقطتين فقط عن المتوج الرجاء البيضاوي. يحتل نهضة بركان المركز الثالث في الدوري المغربي هذا الموسم برصيد 43 نقطة من 25 مباراة، ولسه متأجل له مباراتين، وبفارق 21 نقطة عن الجيش الملكي المتصدر ب 64 نقطة، مع العلم أن الدوري المغربي يلعب من 30 جولة. فاز نهضة بركان في الدوري المغربي الحالي أو الجاري اللي شغال دلوقتي يعني الموسم ده في 11 مباراة، وتعادل 10 مباريات وخسر 4 مباريات، وسجل 30 هدف واستقبل 15 هدف. نهضة بركان هو تاني أقوى خط دفاع في الدوري المغربي، دي ملحوظة لازم ناخد بالنا منها. دخل فيه 15 هدف زي ما قلنا بعد رجاء البيضاوي اللي هو صاحب أقوى خط دفاع ب 14 هدف، يعني يعتبروا زي بعض. تم إقصاء نهضة بركان من بطولة كأس العرش المغربي يوم الخميس الماضي، خسر أمام الجيش الملكي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 2-2. مشوار نهضة بركان في النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية الأفريقية بدأ بإقصاء فريق بندل انشورنس البنيني في الدور التمهيدي، تعادل معاه يمكن بره ملعبه 2-2 وفاز على ملعبه 1-0، ثم تصدر المجموعة الرابعة اللي كان معاه الاستاد مالي وسيخون يونايتد الجنوب أفريقي وجبل نوار الكونغولي، وتصدر المجموعة دي ب 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين. بعد كده أقصى أبو سليم الليبي في دور الثمانية بعد التعادل معاه سلبياً الذهاب في لقاء الذهاب، بعد كده فاز عليه في لقاء الإياب بنتيجة 3-2، وكان الحقيقة مباراة صعبة عليه جدا جدا جدا، ولولا يمكن امتدت لوقت طويل قوي قوي كان ممكن نلاقي مفاجأة وتبقى أبو سليم الليبي هو اللي يصعد، لكن زي ما قلت لكم الشخصية الأفريقية بتفرق والشراسة بتفرق. بعد كده أقصى اتحاد العاصمة في الدور قبل النهائي طبعا بقرار من الكاف، طبعا كان في أزمة كده للتيشيرتات والمباراة في الآخر ما اتلعبتش، وقرار الكاف حسمها بالانسحاب وحسب يعني التأهل لفريق نهضة بركان. لم يتلقى نهضة بركان أي خسارة في النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية الأفريقية. يتولى قيادة الفريق المدير الفني التونسي معين الشعباني من 3 شهور، وطبعا لمعين الشعباني سبق وحصل على لقبين لدوري أبطال أفريقيا مع الترجي التونسي، طبعا المدرب التونسي معين الشعباني كان 2018 و2019 و5 ألقاب متتالية للدوري التونسي مع الترجي، كان موسم 2016 2017 لموسم 2020 2021. فطبعا الحقيقه يمكن معين الشعباني المدربين اللي عندهم خبرات كبيره جدا ويعرف يتعامل مع المباريات الكبيره، ودي برضو نقطه لازم تتاخد في الاعتبار بشكل كبير. ابرز لاعبي الفريق الارتكاز السنغالي الدولي مامادو لامين كامارا، وقلب الدفاع الدولي البوركيني يسوفو دايو، وهداف الفريق هذا الموسم في كل البطولات هو المهاجم المغربي يوسف الفحلي ب10 اهداف، وهداف الفريق في الكونفدراليه هو المهاجم السنغالي بول باسين ب4 اهداف. طبعا
يعني ارقام مهمه جدا، وكويس ان احنا استعرضناها عشان نبقى عارفين حجم المنافس اللي هنلعبه. فرقه شرسه، فرقه منظمه، فرقه طمعانه بشكل كبير في البطوله، متمرسه البطوله، واصله نهائي 4 نسخ من اخر 6 نسخ، واصله 4 نهائيات. فده طبعا يدل ان هم يعني متمرسين وعلى البطوله دي، ودايما عينهم عليها ومهتمين بيها بشكل كبير، بالاضافه ان هم حصلوا عليها مرتين قبل كده.